فيما يخص منطقة العوجة، يعني هناك جهد واضح يعني في إعادة تأهيل البنى التحتية اللي موجودة في هذه المنطقة. وزرناها عدة مرات مع السيد القائم مقام ومع مدير البلدية أستاذ أنس، يعني حقيقة هناك عمل متواصل. وفيما يخص عودة العوائل، يعني إن شاء الله يعني خلال الأيام القادمة راح تبلش يعني مجرد إجراءات أمنية والعوائل ترجع. نعم.